النهارده برضو الاهلي اكد على ان الكاف واخطر الكاف بشكل رسمي على ان الفار يكون سليم ويتعمل له اكتر من اختبار ما قبل المباراه، درجه ان الناس النهارده طلعت اشاعه ان الكاف ابلغ مسؤولي الناديين ان في حاله لا لا، تعطل الفار ما تقولش الناس، قول الصحافة المغربية هي المغربيه. اللي سربت الخبر، والكابتن محمود الخطيب فأس المؤامرة. الصحافة المغربية سربت ان الكاف يخطر الاهلي رسميا، ان المباراة لن تتوقف في حالة عطل الفار. على الفور الكابتن محمود الخطيب ادى تعليمات، الاستاذ جمال جبر على طول رئيس المركز الاعلامي اصدر بيان وبعته لكل الاعلام مباشره، ودي انا بحيي الكابتن محمود الخطيب على اليقظه بتاعته. فورا الاستاذ جمال جبر رئيس المركز الاعلامي اتحرك، حقيقي وبيان جانا نصه على طول بعد الاشاعه ما ملت الدنيا، على طول بعد الإشاعة ما ملت الدنيا على طول، نفي تام من الأهلي أنه لم يتلقى أي ردود من الكاف بشأن الفار، وأن كل ما يقال لا أساس له من الصحة. وشفنا لأن ده وشفنا وسمعنا وتأكدنا أن الموضوع ده إشاعة. كمان وصلنا من المغرب أن الفار جاهز وتم تجربته وجاهز للعمل على مدار 120 دقيقة وليس 90 صح دقيقة فقط. صح اتفضل. خليني اكمل معاك يا استاذ عبد الناصر برضو تصريحات الاستاذ العمري فاروق، لان ده اول رد فعل رسمي للنادي الاهلي بتصريحات الاستاذ العمري فاروق. كلامه كان واضح في قناة صدى البلد، قال الاهلي بيدافع عن حقوقه كاملة، قال ان احنا اكدنا على هذا الامر سواء في الاجتماع او في محاضر رسمية تم اثباتها. الاتحاد الافريقي عليه يتفهم ان الاهلي اسم كبير وانه بطل افريقيا، قال شفنا بلمس نهائي دوري ابطال اوروبا ازاي يقيم في دوله محايده والملعب كان متقسم ازاي كجمهور مناصفه ما بين الفريقين. قال في البدايه اتقال لنا ان احنا هنحصل على 10,000 تذكره زينا زي الوداد. سالنا عن بقيه التذاكر قال ستطرح للعامه. فدلوقتي الاستاذ العمري فاروق بيقول هم مين العامه؟ الجمهور المغربي؟ قالوا لنا لا، هنطرحه عبر نظام طرح التذاكر. وبعد كده تم غلقه حكرا على الجمهور المغربي، اللي هي النقطه اللي حضرتك اشرت عليها من حوالي 4 ايام لما قلت الموقع مفتوح جوه المغرب بس ومقفول على مصر. هو بيقول لو اراد شخص حجز تذكره قبل مجيئه من مصر مش هيقدر يعمل ده. ونبهنا الاتحاد الافريقي دون اي رد ودون اي رد فعل خاص، وقال احنا بنفصل فريقنا كفريق كوره وكلعيبه وكجهاز فني عن الاحداث تماما. وكابتن محمود الخطيب اكد ليهم عدم يعني ان هم ما يحطوش ودانهم ولا ينسقوا لاي امر خارج الملعب، وفرقه الكوره ملاش اي علاقه باللي احنا بنعمله علشان الامور تكون خاصه. هل يعني اللي بيحصل ده، هل دي احتفاليه النهائي؟ هل يجب ان احنا كنادي اهلي يبقى علينا كم هذا الضغوط لمجرد ان النادي الاهلي بيدافع عن حقوقه؟ هو ده اللعب النظيف؟ قلنا للسفير المصري منذ ساعه احنا عندنا خوف على جماهير النادي الاهلي ونقلنا هذا الخوف. النهارده لسه مخلصين التدريب قابلنا مندوب الاتحاد الافريقي قال لنا انا ما اضمنش ان يبقى في جمهور تاني معاكم في نفس المدرج. واحنا اثبتنا ده في المحضر الامني الخاص بالمباراه. قال احنا كنا بنحترم دوله المغرب الشقيقه، بنحترم الوداد، بنحترم الرجاء، ما عندناش اي مشكله مع طرف. النهارده السلطات الامنيه امنتنا بعثه الاهلي على اعلى مستوى منذ وصولنا للمغرب لحد هذه اللحظه. كل موقفنا هو مشاكل مع الاتحاد الافريقي سواء في عمليه التنظيم، التذاكر، غياب العداله، في تعنت واضح وغريب بشكل غير مفهوم وغير مقبول ويصل يعني لمستوى لم يحدث قبل كده في كل مدار البطولات هذه الماضيه. قال لك وكأن الاهلي لا يمثل القاره الافريقيه. كأن الأهلي لا يمثل القارة الأفريقية. تصريح مهم من الأستاذ العمري فاروق، يعني أول رد فعل رسمي للنادي الأهلي بعد هذه المهزلة، سواء بقى تذاكر، سواء جماهير، سواء كل الأمور دي، حالة من يعني مش عايز أقول الاستياء في بعثة النادي الأهلي، ولكن الله يكون في عون اللعيبة والجهاز الفني في كم هذا الضغوط. ده فريق راح يلعب ماتش كورة النهارده، انت لما تشوف جماهير ليفربول يا عبد الناصر وهي بتستقبل اللعيبه والحافله اللي عملوها والاستقبال، ليه؟ فرقه رايحه تلعب كوره ولعبت وخسرت ماتش ومع ذلك الاداء كان زي الزفت في فرنسا وفضيحه. صح؟ وعلى فكره حتى الصحافه العالميه
توقعت سوء تنظيم لنهائي دوري أبطال أفريقيا. وده كلنا يعني احنا بكره كده واحنا مغطيين عينينا هنبقى عارفين ان هيبقى في مشاكل في التحكيم، في مشاكل في التنظيم، مشاكل فار، مشاكل جماهير، شماريخ، مقذوفات، وزايد، كل ده متوقع بغض النظر عن نتيجه المباراه كمان. يعني احنا مش بنتكلم كده عشان نقول مبررات للاهلي او مبررات لاي نادي. لا لا لا، الاهلي اكبر عن نتيجة المباراة. الأهلي أكبر من أن احنا نديله أي مبررات، وسأعود إليك مرة ثانية إن شاء الله بإذن الله أستاذ أحمد.